اذا مشاهدي ومتشبيه قناه شوف تي في، مرحبا بكم مره اخرى في مباشر اخر. معنا الاخت ديال الشابه اللي توفات او الام اللي توفات بمستشفى سيدي عثمان من بعد ما تلقات او كانت ضحيه ديال واحد الاعتداء همجي بواسطه عصي هنا بمنطقه موليرشي. الاخت ديالها اللي سمعت الخبر وجات للمنزل ديال السكن ديالها، غادي تعاود لنا تفاصيل ما وقع وشنو كتعرف على القضيه هي. السلام عليكم. السلام اخويا عليكم. خويا الناس تعداو علينا، الدريه جا ولده قال لها نوض يا ماما راه ضربوني ولاد الشيران. مشات اخويا على اساس باش تبرى وهي درويشه والناس كاملين عارفها، شو الدنيا شو الاخره عواشر هادي. جات طق عليهم خرجوا ليها الدريه وخوها، مشات تشكى، مشات تبرى. مني خرجوا لها الدريه وخوها تزايدوا شويه في الهضره، بنادم الشيطان حضر ضربوها هي وخوها. ناضو جابوا الصراوط، شي جايب الحديد، شي حنا ما كاينه حتى وحده في خواتها، حتى كاينه بوحدها والله معاها. ضربوها سيدي، زرقوا لها عينيها ومعاها حتى النيف. مني ضربوها مشات ديكلارو، قالوا لها ديري سرتافيكا، مشات باغا دير سرتافيكا، قالوا لها حق ديري الراديو، مشات باغا دير الراديو، قالوا لها خاصك سكانير، مشات سيدي دير سكانير، دخلت برجليها خرجت في باياس، ماتت توفات. الله يرحمها. هاد الناس راه مشدوده الدريه، مشدود خوها ومشدوده امها، وهي ما كايناش، هي هربات. دابا سيدي بغينا القانون ياخذ المشره ديالو، خلات جوج ديال الوليدات يتامه، وهي اللي خدامه عليهم، وانا الشاهدين، هي اللي خدامه على وليداتها اسيدي، ورا ما نسمحوش لهم لا دنيا لا دين. حنا بغينا القانون ياخذ المجرى ديالو. علاش ناض اصلا في الاول؟ على الدراري الصغار. اللعب ديال الدراري الصغار. ضربني نضربك اسيدي. صافي هادشي اللي كاين، ما كاينش من غيره، ما كاين. داكشي ديال الصغار الكبار كانوا زعما يكونوا بعقلهم. لا خرجت بعصاتها، خرجت مجده، ومني كتضارب وكيفكوها الناس كتقول لهم سيدي انا خرجت باغا نطيح روح، راه طيحتها. هي كانت كتقول بحال هكا بغيت نطيح روح. انا بغيت الروح طيح اليوم، راه طاحت اليوم، ضربوها وتعداو عليها، ما نسمحوش ليهم لا دنيا لا دين. خلات وليداتها جوج، بنتها وولدها، راه الدري علاش نايت صداع راهو. هو اللي تشكى النهار الاول الام ديالو باش. ناض قال لها راه ماما ضربوني، مشات هي تبرى، هي عزيزين على ولادها، والله الا مريضه وخدامه عليهم، هزاهم بسنانها. فاش كانت خدامه مسكينه؟ في الميناج اسيدي. كدير الميناج. شنو كطالبوا اختي نتوما دابا؟ تنطالبوا الحق ديالنا، ما نسمحوش ليهم لا دنيا لا دين، والقانون هو باش حكموا قانون نحكموا حنا. بغينا القانون ما يسمحش لينا في حقها. هاد العائله كانت عندكم بها شي عداوه قبال؟ كان بينا لا سيدي، راه الجيران كيعرفونا كاملين، اولاد ابراهيم الله يعمرها دار، هما يقولوا لنا الله يمسخكم ما نجبدوا صداع، حنا ولادنا يجوا مضروبين ونكمدوهم ونسكتوا. ولكن هي جات ساعة غضب، راه مشات ليهم باغا تبرع على ولدها، كره قجروا عليه فيما خرج كيضربوه، راه داروا ليه هذيك الحاله، ما نسمحوش ليهم لا دنيا لا دين. مشيتوا للسبيطار شفتوها دابا؟ ما شناهاش اخويا، باقيين حنايا سمعت اخبار الموت. جيت مني جيت انا نصحاب ميته مرضت ولا شناهو، مني جيت لقيت البوليس انا عرفت القضيه فيها مضاربه، انا مني شفت البوليس عرفت القضيه كاينه فيها مضاربه سيدي. شكرا. عاد انا الام ديالها فين هي الام ديالها؟ اجا شريف، اجا ميلوداش، اجا امي. تعالي امي تعالي. اجا شريف، انت اللي كنتي قريبه منك بزاف. عرفتي شتي ام ميلودا؟ انتي مشيتي معاها للسبيطار؟ مشيتها. شنو قالوا لها في السبيطار؟ قالوا لها خاصك ديري سكانير. وقالوا لها باغا ديرو هي توفى. سخفات لكم تما؟ وتقلبها الطبيب ديالك راه مات؟ وما قالكش شنو السبب ديال الوفاة؟ واش نزيف داخلي؟ نزيف نزيف. قالك باقي عندها نزيف؟ شنو دابا كطالبي يا شريفة انت؟ شنو كطالبي؟ الله ياخذ الحق، باغا الحقي من بنتي، مشات ليا، ضاعت ليا بنتي. انت مشيتي معاها للسبيطار فاش كانت غادا؟ شنو كان ملي كانت غادا شنو كانت كتقول لك؟ خلاها ملي كانت غادا شنو كانت كتقول لك؟ قالت لي امي راه مزيره، زير عليها الحال مسكين. من نهار السبت هي فاش مضروبه خرج لها الطبيب شي دواء؟ كانت كتاكل شي دواء؟ ما خرج والو، قال لها دير السكارين، مشات بغات دير السكارين ما صابو كيديروا لها صافي. توفات توفات مسكين.
الله يصبرك. شنو كطالبي الشريفه انت؟ شنو كطالبي؟ عايز حقي ديال بنتي. خلاتك دابا جوج يتامى الله يحسن العواد. راجلها شنو كيقول؟ حتى هو باغي حقه في مرته. دابا هاد البنيته هاد البنت اللي توفات هي الكبيره عندكم في الدار. هي الكبيره. الله يرحمها. الله يرحمها. اذا كيف تابعتوا معنا مشاهدينا الكرام، العائله كلها كطالب غير طلب واحد، هو ان العداله تحقق، والسيده اللي قامت بالقتل ديال هاد الشابه، هاد الام ديال جوج ديال الاطفال، انها تاخذ الجزاء ديالها بحجم الجريمه اللي اقترفت اليد ديالها. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعه، دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.